نشوف التاني. لديه عزيمة في التعلم تضرب بها الأمثال. هو أحمد محمد المليجي الذي يعمل ترزيا منذ أن فارق والده الحياة، حيث ورث عنه المهنة التي جعلته ينفق منها على نفسه ووالدته حتى الآن. فبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في كلية التجارة جامعة عين شمس وبكالوريوس الزراعة من نفس الجامعة، حصل أيضا على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة. لم يكتفي بهذه المؤهلات فحسب، بل تقدم ليدرس في الثانوية الفندقية، لتكون المفاجأة له أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدون أي دروس خصوصية أو مساعدة من أحد. يوم النتيجة ما بانت، المديرة بتاعت المدرسة اتصلت بيا صحتني من النوم، قالت لي أحمد، أنت أحمد المليجي؟ قلت لها، قالت لي يعني أنت طلعت الفون؟ قلت لها، قالت لي مبروك، أنت طلعت الأول على الجمهورية. أنا كنت في كلية العلوم زمان جامعة القاهرة، فوالدي توفى وأنا في سنة تالتة، فسبتها ونزلت المحل هنا. بعد ما سبتها بكام سنة ندمت يعني أو زعلت، فقررت إن أنا أعوض كده بإني أذاكر مع نفسي. موضوع السياحة والفنادق ده جه بالصدفة، لأن كان عندي واحد جاري من هنا كان طالب في المدرسة الفندقية، وشفت كنت بشوف معاه كتب والمناهج، فمن باب الفضول برضه قلت له سلفني كتبك أنا أذاكر وراك سنة بسنة، ومشيت وراه. عشقه للدراسة جعله ينسى خطوة الزواج، فهو كما يقول تزوج العلم. حيث يبلغ من العمر 52 عاماً، وكلما كان يشعر بوقت فراغ يجلب معه إلى مكان عمله كتب المواد الدراسية ويقوم بالمذاكرة، كما يمتلك طريقته الخاصة للمذاكرة والاستيعاب التي ينصح بها الكثير من الطلاب. الطلبة لازم يطوروا الأسلوب اللي هما بيذاكروا بيه، يعني ما يبقاش الاعتماد الطالب على الدروس الخصوصية والمدرس بيقدم له ملخص جاهز واخد حضرتك، أو بيعمل له عملية تلقين يقعد يفهمه واحفظ دي وذاكر النقط دي واحفظ. الطالب لازم يسمع هو الملخص بإيده. انشغالي بقى في المذاكرة وطالع من كلية داخل في كلية خلاني ما مش الجواز ما كانش في تفكير، يعني ما خدتش الخطوة. على الرغم من كل هذه المؤهلات التي حصل عليها وإتقانه للغة الإنجليزية، إلا أنه لا يريد أن يترك صنعته التي ورثها عن والده حتى ينتهي من دراسته الفندقية ليكمل حلمه ويعمل مرشدا سياحيا. أنا المرشد السياحي أنا بحبها، بتعامل مع جنسيات مختلفة وبيخرج في شغلانة ممتعة، بتخرج بيهم بتفسحهم وبتفرجهم وبتاع، وبعدين بيحتاج منك لغة وأنا كويس في اللغة، الشغلانة دي بصراحة يعني كانت مناسبة ليا. يبقى إصرار أحمد المليجي على التعلم وعلى أن يكون الأول على دفعته رسالة لأجيال بكاملها أنه لا شيء مستحيل، وأن سر التفوق دائما هو العزيمة والإرادة والتحدي.